الفنانة فريدة فهمي اسمها الحقيقي ميلدا حسن فهمي، كان والدها أستاذ في كلية الهندسة جامعة القاهرة وهو مؤسس قسم هندسة الإنتاج. فريدة فهمي والدتها إنجليزية، أسلمت وأسمت نفسها خديجة، وكانت فريدة فهمي عندها أخت اسمها نديدة. أختها نديدة دي تزوجت من الراقص محمود رضا، ولكن الحياة كانت صحتها ليست على ما يرام، واشتغلت مصممة أزياء في فرقة رضا. توفيت بعد حوالي 2 3 سنين من زواجها من محمود رضا. بعد كده محمود رضا تزوج من اليوغوسلافية اللي أنجب منها ابنته شيرين. فريدة فهمي كان عمرها حوالي 18 سنة لما تعرفت بأخوه الأكبر علي رضا. علي رضا كان عمره حوالي 34 سنة، وبرغم كده طلب إن هو يتزوجها ويرتبط بيها. وافقت فريدة وهامت به حبا، واستمر جوازهم حوالي 35 سنة حتى إنها أصيبت بحالة اكتئاب بعد وفاة علي رضا. فريدة فهمي بعد زواجها كملت دراستها في كلية آداب، وكانت بطلة من بطلات السباحة في أحد الأندية، وكمان اشتغلت راقصة في فرقة رضا. أسست مع محمود رضا وعلي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية، وكانت عضوة نشيطة جدا وراقصة الأولى فيها، لكن استمرت ترقص في فرقة رضا لغاية ما بقى عمرها حوالي 43 سنة. بعد كده اعتزلت الرقص الشعبي وسافرت أمريكا، أعدت ماجستير في الأنثروبولوجي وسابت الرقص الشعبي تماما، ورجعت مرة أخرى السنة اللي فاتت 22 كرمها الرئيس السيسي في عيد الأم. ظهرت فريدة فهمي مؤخرا وهي عمرها حوالي 88 سنة، بدت عليها ملامح الشيخوخة، لكن الحقيقة كانت ما زالت محتفظة ببعض من اللحى الجميلة. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، شكرا لكل اللي تابعوا لنهاية الفيديو، أشوفكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد تمام الساعة 8 مساء، دمتم في رعاية الله وأمنه.